لا مخابز ولا طحين في غزة بعد حصار مطبق واستهداف لكامل البنى التحتية والمدنية واستخدام قوات الاحتلال للتجويع سلاحا في حربها ضد سكان القطاع. احنا الوقت احنا بازمة فلسطين، المخابز سكرت، ما فيش شيء يعني نشتري مخابز، حتى لو كانت الرقبة بعشرة مش قادرين، المخابز سكرت. الطحين أصبح مادة نادرة كالمعادن الثمينة وارتفع ثمنه أضعافا مضاعفة ليزيد من معاناة الفلسطينيين الذين أصبحوا نازحين على أرضهم. يعني كيس الطحين أبو 35 شيكل و 32 شيكل صار اليوم ب 7 مليون ب 6 مليون ونص مش ملاقينه، صاروا يعني في بعض الناس يعني وبعض الأهالي وبعض الإخوة هنا يعني بطبخوا الجريشة اللي بقينا زمان نجيبها للطيور وللعصافير، اليوم بطبخوها الناس عشان ياكلوها عشان يحاولوا يقوتوا أطفالهم بدل الخبز وبدل الطحين. يعني الخبز الذي يصنعه الفلسطينيون المحاصرون في غزة ليس من الطحين الأبيض، بل هو عبارة عن خليط من الشعير والقمح والذرة وبأسعار باهظة. احنا الطحين في قطاع غزة، الطحين الأبيض نفس من قطاع غزة، احنا مش لاقيين الطحين ناكل، صرنا نجيب الطحين الأسود اللي هو القمح والشعير والذرة عشان بدين على الطحين. مش عندنا طحين يا عم، مش نسوي هي طحين أسود، الله يعزكم للبقرة ما تاكلوش، البلدين صارت تاكل. معاناة ما بعدها معاناة وغصة في قلوب الأهالي على وقع تضور أطفالهم من الجوع. يعني عندنا إحنا دمار بالمرة بالنسبة للطحين، إحنا يا عم نصبر على الجوع بس أولادنا مش قادرين يصبروا. يوجه الأطفال هنا رسالة لأشقائهم العرب مطالبين إياهم بالوقوف معهم والعمل على إنهاء معاناتهم، فهل من مستجيب؟ احنا لا ملاقيين لا خبز ناكل ولا ملاقيين لا طحين، وين الوطن العربي؟